طب يلا قول لي اتفضل بقى مالها ايه دي؟ دي عربية جبنا كرتون، ها عملناها جبنا كرتونة، علي صوتك، جبنا كرتونة وحطينا قدام عجلة دورة تتحرك في كل الاتجاهات، وورا عجلتين المطولين وزن آسف، ها المطولين دول متوسطين مثلا 2 متر، ها السلك ده وصل على كرتونة تانية، الكرتونة التانية فيها 2 سويتش، سويتش متوصل بالبطارية، تمام ما شاء الله. والتاني ده ايه؟ ده مكنسه. بس هي بس القعده بتاعتها ضاعت يعني. اه تشتغل ازاي دي؟ دي بتشتغل عن طريق تحويل الطاقه، ايوه عن طريق الطاقه، بتحول الطاقه الكهربائيه انرجي اللي هي الميكانيكيه، هي بتشفط حاجات بس الحاجات مش موجوده جواها. طب وريني كده. هي الفشخ الحاجات، هي دي الحاجات اللي كانت جواها؟ اه. احنا بنوصل الادابتور. طب وصله كده وريني. دي فيها موتور؟ اه فيها موتور بيحرك مروحه من جوه. اه. اه اهي شبط بتاع ما شاء الله. مين اللي جات له الفكره دي؟ انا اللي جات لي بس انا عملتها. والله ما شاء الله حلوه ما شاء الله، جميله جميله شاطر. طيب برافو عليكم يا شباب والله. طيب طب هبوا لنا البتاعه دي بكام؟ احنا نشتري منكم، احنا اول زباين ببلاش التهريب حبيبي، ربنا يبارك لك. طيب خلاص بصوا لي كده انتوا الثلاثه، يلا شكرا ليكم، سلام.